من أيام تم الإعلان عن الفائزين بتحدي القراءة العربي، المفاجأة في هذا التحدي هو فوز مدرسة الغريب للتعليم الأساسي من الفيوم بلقب المدرسة المتميزة، وجايزة مقدارها 1,000,000 درهم إماراتي، متفوقة بكده على 96,000 مدرسة شاركت في هذا التحدي. وكمان المفاجأة إنه ورا الإنجاز ده مدرسة، الأستاذة علا بسيوني، مدرسة أول المكتبات في المدرسة. أستاذة علا بسيوني، ألف ألف مبروك، وكلميني عن هذا الإنجاز. وعايز أسألك الأول، وفرتوا عدد الكتب ده إزاي للطلبة علشان تقدروا إن أنتوا توصلوا لهذا المركز المتقدم وتفوزوا كمان بالمسابقة متفوقين على 96,000 مدرسة؟ ده رقم مش قليل. صباح الخير لحضرتك، وصباح الخير للساده المشاهدين، والف مبروك لمصر كلها على الانجاز العظيم ده بفضل الله عز وجل. وطبعا احنا بالنسبه للكتب، عدد الكتب وفرناها ازاي، احنا اولا العمل ده لم ياتي من فراغ، احنا بقى لنا 3 سنوات، 3 سنوات من العمل، نعمل وفقا لخطه عمل، خطه عمل على مدار 3 اعوام للخروج بهذه النتيجه، لم يكن الفوز وليده لحظه، ولم يكن وليده هذه اللحظه تحديدا. بالنسبه لعدد الكتب، احنا بدايه عملنا على ترسيخ اهداف المبادره، يعني مبادره تحدي القراءه العربي، وانا تحديدا اراها ملحمه وليست مسابقه حقيقه، يعني هي فعلا ملحمه تحدي القراءه العربي. تحدثنا عنها، اقنعنا اولياء الامور، اقنعنا الطلبه، اقنعنا الساده المعلمين، المجتمع المحلي، فتضافرت كل الجهود لتحقيق الحلم الذي حلمنا به منذ 3 اعوام، المدرسه المتميزه القارئه على مستوى الوطن العربي. عدد الكتب، احنا طبعا اشتغلنا على الكتب الموجوده داخل المدرسه، على التبرعات، قصور الثقافه، مديريه التربيه والتعليم، تبرعات اولياء الامور، بعض الادباء والمفكرين تواصلوا معانا، فقدرنا ان احنا نجمع عدد كبير من الكتب، لانه طبعا احنا المواد المقروءه عندنا اكثر من 48,000 ماده مقروءه قراها الطلبه. عظيم. واقع كل طالب قرأ 50 كتاب. زي ما حضرتك قلتي نقطة مهمة جدا، تضافرت كل الجهود من أجل إنجاح هذا العمل، وده اللي احنا محتاجينه، يعني في ظل تحديات كتيرة بتواجه التعليم في مصر، لا عندنا نموذج لمدرسة في قرية تحصد هذه الجائزة، فده طبعا إنجاز كبير. لكن بجانب القراءة كان ليكم نشاط تاني مجتمعي خارج المدرسة. طبعا، لانه احنا كمدرسه قارئه، يعني انا بشبه المدرسه عندنا بالمستنيره، اضاءت داخل المدرسه واضاءتها خرجت خارج المدرسه. المجتمع المحلي كله، بدانا بالقريه ثم الاداره ثم المركز ثم محافظه الفيوم ثم باقي المحافظات، احنا تواصلنا مع زمايلنا في المحافظات الثانيه وتبادلنا معهم الخبرات. احنا داخل المدرسه عندنا ساعدنا كمان في القريه حفظ الطلبه القران الكريم، لان المسابقه من ضمن اهدافها اولا هي العوده لحب القراءه والكتاب مره اخرى، ثاني الهدف الثاني العوده للغه العربيه والتحدث بالفصحى مره اخرى. قعدنا في القريه عندنا ان احنا عندنا حفظ القران عالي في القريه جدا بفضل الله عز وجل، فده ساعد الطلبه على التحدث بشكل جيد واخراج مخارج الحروف بشكل جيد، فده كان من ضمن الاهداف اللي ساعدتنا. وبعدين العمل الجماعي ده اهم ركيزه لانجاح اي عمل، اي عمل ده، بالاضافه انه ده بيتوافق مع رؤيه مصر التعليميه، ان هو القراءه، نعود للقراءه والاطلاع بفضل الله عز وجل. يعني عظيم. استاذه علا، عايزه اسال حضرتك عن انعكاس اللي بيحصل ده على الطلبه، لانه فكره انه تزيد نسبه القراءه، وخصوصا لو بنتكلم من سن صغير، ده بالتاكيد يفرق كتير، واعتقد انه المسؤوليه هنا بتقع يعني من الدرجه الاولى، يمكن حتى اولياء الامور بنحاول في البيت، لكن لما الموضوع بيجي من المدرسين في المدرسه، الطلبه بيستقبلوه بشكل مختلف، بيحبوا الموضوع اكتر. فطبعا انا بشكر حضرتك وبشكر كل يعني القائمين على هذا المجهود الكبير اللي خلاكم النهارده توصلوا للفوز ب يعني تحدي القراءه العربي. بفضل الله عز وجل. انا عايزه اقول لحضرتك انه انا واولياء الامور كانوا في البدايه غير مقتنعين بالفكره، على اعتبار ان القراءه هتشغل الطالب وقت الدراسه، هتشغل ابنه عن المذاكره وعن التحصيل، وانه مستواها هيتاخر دراسيا. فطبعا لما ابتدت الاولاد يقراوا، انا عايزه اقول لحضرتك، انا كلمني احد اولياء الامور وبيشكرني، بيتصل بيا بيشكرني، بقول له يعني حضرتك بتشكرني عشان ابنك قرا؟ قال لي لا تماما، انا عندي 55 سنه، انا لما ابني جه البيت ومعاه الكتب عشان يقرا، ابتدى يسالني في حاجات موجوده جوه الكتب، مصطلحات هو مش واضحه بالنسبه لي، فخدت الكتاب وقراته، فانا كمان قرات مع ابني الكتاب، فرجعت. القراءه مش غايه، هي وسيله. يا
يعني عاد ولي الامر القراءه مره اخرى مع ابنه، فابتدى يدعمنا ويشجعنا زي ما قلت لحضرتك، ابتدوا يتبرعوا لنا بكتب، ابتدوا يدعمونا، يذللوا لنا اي عقبات احنا في سبيلنا مع مجلس الامناء وطبعا الاداره ومركز كل المراكز اللي كانت مسؤوله. طبعا احنا تواصلنا مع الجمعيات الاهليه وعملنا مبادرات معاها، تواصلنا ايضا مع مدارس ذوي البصائر، تواصلنا مع الفئات الخاصه، تواصلنا مع كل الجهات المدارس، ونشرنا فكره مشروع تحدي القراءه على كافه المستويات لانه ذوي البصائر من حقهم يشاركوا في المسابقه. ايضا تواصلنا مع مدارس المجتمع الفصل الواحد ومدارس السكه الحديد ومدارس المشاركه المجتمعيه، كل الطلبه اللي بيقراوا من حقهم يشاركوا. وطبعا ده من ميزات المسابقه ان الطالب بيقرا 50 كتابا منوعين في كل افرع المعرفه ويقوم بتلخيصهم واستيعابهم، لانه المسابقه هدفها اخراج ناتج، يعني مش حافظ فقط، عظيم. لا مش مجرد القراءه فقط، فعلا استاذه ولا احنا استيعاب المقروء. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على المداخله وعلى دورك في ان المدرسه تحصل على هذا اللقب، المدرسه المتميزه، وهذه الجائزه الكبيره اللي حصلت عليها مدرسه الغريب. شكرا جزيلا ليكي ولكل القائمين على هذا العمل. نموذج مشرف الحقيقه من الفيوم، انه كمان يعني حتى ما هياش محافظه القاهره ولا الجيزه، فكره انه في نموذج لهذه المدارس في بلدنا شيء صراحه يدعو الى الفخر. انه اعتقد ان كل اولياء الامور بتتعب مع اولادها في مساله انه نقرا حاجه بره المنهج، فالموضوع لما صحيح. بيجي من المدرسه بيكون مشجع محفز، لما يتفوقوا على 96 ألف مدرسه ده رقم كبير جدا ويفوزوا بهذه الجائزه، الحقيقه جهد يعني يستحق التقدير. احنا بنشكركم طبعا على هذا الجهد الكبير.